يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صدم والدي طفلا صغيرا كان يقطع الشارع، قد قدر المرور أن الخطأ نسبته 25% على والدي، وحكم القاضي بربع الدية عليه، فهل على والدي كفارة صيام مع العلم أنه كبير بالسن حيث إن عمره أكثر من 75 عاما ويصعب عليه الصيام وبالكاد يصوم رمضان لأنه مريض بالقلب؟ ولا بد من الصيام ما دام عليه إدانة في الحادث ولو 1%، يكون عليه الصيام شهرين متتابعين. تقول إنه ما يقدر، شلون يسوق السيارة ويروح يجي ولا يقدر؟ يصوم، يستعين بالله ويصوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وبعد أيضا عمره 75 يقول ما هو كبير، مريض. نعم. بالقلب. ها؟ وهو مريض بالقلب، يأجل الصيام إذا كان ما يقدر يصوم الآن، يأجله لما يقدر، هو باقي في ذمته ومتى ما قدر يوفي هذا الدين. نعم.